لو حبايبي ما اعرف اذا انتم ملاحظين معي هون عن معلم عن اربع سكنات بس فجر غامض واحد معي يا جماعه. انا ما بعرف شو عم يصير هون بس ولكن رح نشوف مع بعض حبايبي بنفس الوقت رح نشوف نسبه حظي كيف رح تكون. على جبل هل يا ترى رح يكون حظي اليوم باللوز ولا شلون؟ هيك شو طيبين الله يسعدكم. لا تنسوا تصلوا الحبيب اتزوا بالله كاتب شيء لايك كاتب شيء لايك كاتب والله كل هذا الاشياء باللوز اوكي وقول بسم الله ويلا ليتس جو. ايوه يا معلم متجر غامض واخيرا متجر غامض يعني توكيل نشوف الحظ كم رح يكون. اوبا لا باللوز لا 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 عن جد باللوز لا كثير باللوز طيب جدا يا برو يا سلام على الحظ ال 81 يبتني يا جماعه اي اول مره بيكون حظي يعني 81 بفر فاير يا جدك. خلينا ندخل نشوف هذا نشوفه في المتجر الغامض يا جماعه الخير اوكي اللي... اوه 81 يا جماعه اوه 81 مو طبيعي 81 يعني شاب خلص قول لي اها حسبه الفتره الرجوانيه يا شاب هي بتصير للشاب وبنت معناتها التبس الاثنين لوكس اوكي خلينا نعمل تبديل ونشوف اول شيء اوكي اوكي طب بلا بس شفت هذا اوه هذا احلى انا هذا الشباب طيب شايفه غير شايفه هذا احلى الشباب الصراحه الكثير باللوز نايس نايس وخلينا نشوف شوف ما في معلم هون اوكي عندنا هون معلم شرات العناصر جوتسو قليل معلم هين نشتري هذا نشتريهم هذول اوكي اليو ام بي هذا بنشتريه بنشتريه اول يا طيبين شوفوا 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 اول انا فتحته فتحته ما عندي قولي قولي اوه حلو تمام رومات نجيب رومات شباب رومات ضروري معلم بطاقات حاضنة حلو حلو لما يكون حلو لما يشوف هيك شيء متجر غامض شباب يكون فيه بطاقات حاضنة نشتري بطاقات الدايموند كمان بنفس الوقت طبعا كل شيء معلم تطويرات ما يلزموني انا اوكي هذا شو في شيء كمان هون في رخصة معلم موجودة رخصة هون اللوز وشو كمان وشو كمان يا معلم وشو كمان يا معلم طبعا هذا البريد ب 15 اليوم يعني حلو باللوز ما اعرف الصراحة شو بنزل فيه فاير باس ولا كيف بس اوكي 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 عندنا هون باقي صناديق نشتري هالحزمة مع الحزمة ظهر بتصير الطرفين يا جماعة اوكي نخليها على جنب ما بدنا نعملها شيء اوكي هون هون الشباب شوفوا يعني اوه يا الله الحظ الاسطوري يا الله الحظ الاسطوري ايشو هالحظ ايشو هالحظ يا جماعة ايشو هالحظ بطاقة اولي يا شباب اولي اللي هالحظ هذا عنا اياه هذا يمكن هذا ما عندي اياه هذا نشتريه هاي نفتحه بنفس الوقت يلا مات لا ايه طلع عندي يا شباب ايوه شوفوا كمان هون هون اخذنا بطاقة الحظ اللي هو هذا المنتج انا وين؟ وين صرت انا؟ وين صرت انا يا جدة؟ انا هون اوكي حسبة نسيم محيط اوكي نجيبها هي يا شباب اللوز هيك بجيب لنا هالسكنين نشوف نجربهم ما اعرف اذا عندي هذا الامكان والله ما اعرف شباب اصبر نشوف مين جوهر معلش وي طلع عندي جدة قديم شو كمان هون اوكي اعتقد اوكي جبنا كل شيء من هون جبنا كل شيء من هون حلو حظ اسطوري لا لا شباب عن جد هالمره شباب حظ صار في اللوز اوكي نطلع من هون شو هي هنا في حدث شباب نازل هنا احداث احداث تبع الاحداث البويا ارفع اللطف تاك وكانت تجميعته من الاخر ممكن بعد شوي اوكي اوكي هون معلم هذا هو وبلوز هيك اعتقد شفنا كل شيء الان شباب راح ندخل ظل ندخل هون نجي لهون قبل كل شيء قبل كل شيء يا شباب رح نعمل شغله قبل كل شيء رح نعمل شغله رح اشوف فيها ال وش اسمه السكين للبنت والشاب نشوف شكله المعلم اوكي اكس السكين هذا بس بلتبس للطرفين للشاب والبنت تمام باللوز بس بلاك ثواني يا شباب من وين طلع هذا السكين؟ بس تقول اقسم بالله انا شفته اوكي بعثي لنا شفته معلم سكين باللوز سكين اوكي هذا سكين لحاله هذا او ماي جاد مان حلو هذا شو بقول في سكنات ثانيه شباب طلع هون معلم صراحه ما كنت بعرف هات لنشوف هات لنشوف هات لنشوف هات لنشوف هات لنشوف الظاهر هذا هو ما في هذول معلم الحزم شوف الحزم ما حبيش بالحزم هذا هو ايوه هذا هو اوكي هذا خليه على جنب شباب خليه على جنب خلينا نشوف هذا السكين البنت نعمل تزوير اوكي وهذا عندنا كمان سكين البنت الثاني وين هذا السكين البنت الثاني يا جدع وين راح؟ وين راح سكين البنت الثاني يا معلم؟ وين راح يا معلم؟ وين راح؟ هذا هو اوكي خليه على جنب شباب نشوف
اوه لا والله الصراحة شاب حلو. الساعة سكنة على البيت، هذا السكنين على البيت، حتى الحزاز صغير، كل شيء يعني صراحة تصميم كتير كتير حلو. نايس، ما تخش شوف هذا الشكل على السريع، شوف سكن البلد. بس وقت نعمل لك شكل هيك معلم، شوف الوضع شنو. حلو 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 حلو. اوكي. اوه لا والله لا شباب، لا عن جد صراحة شيء مرتب. هذا بالنسبة للسكن الأزرق. اوه نايس. اوه نايس نايس، حلو 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 حلو، هذا الحلو. نروح نشوف الخزن الثاني شباب، نشوف السكن الثاني ونجربه. اوكي. اي اي اي، نجي لهون حزمة. قبل كل شيء حبيت اعمله انه نجي لهون. لا لا طول لكم، نجي لهون. لا انا دخلت، انا دخلت يا جماعة الخير، انا دخلت انا دخلت. اوكي نجي لهون نجي لهون. وين كنا؟ هذا السكن على جنب شباب، نخليه على جنب، خليه على جنب، هذا بعدين بنشوف وضعه معلم. بس خلينا نركز على هالسكنين الجداد. اوكي نفتح هذا السكن. هذا له شورت، هذا له شورت يا جماعه، هذا السكن له شورت، شوفوا معي شنو كيف له شورت. حلو، بس خلينا نجي لهون نجهزه للسكن وش اسمه الشاب، نجهزه لنفس الوقت عشان يكون جاهز ان شاء الله، يكون طالع لنا. اوه ما طلع، اوكي ما في مشكله. اوكي عندنا هذا شاب سكين البريت باللون الازرق. اوكي خلينا ندخل نشوف الشاب. اوكي ندخل نشوف الشاب الازرق، هنعمل هون جهزته طيبين. اوكي هذا يا جماعه نشوف، بس اللي حابب يشوف شرطه معلم، حاسس انه شرطه هذا مميز يا جماعه، شرطه هذا السكين حلو صراحه، سكنين مرتبين وحلوات شيء تمام التمام. خلينا ندخل نشوف هذا السكين شباب، ندخل بالتدريب ونشوف وضعه كيف، وبعدين نشوف هذاك السكين الازرق، هذاك السكين الازرق كمان غير شكل. نايس فيري نايس صراحه شباب، انا صدق من السكنات هذول النازلين يعني سكنات حلوات. اوكي يا سلام مرتبين باللوس باللوس. طيبين نشوف هذاك السكين الاخير الازرق. اوكي باللوس، خلينا نشوف يا معلم، هذا لازم يكون تحت، وهذا هو. هات نشوف هذا يا جماعه. اوكي عندنا هون الجاكيت، الجاكيت هون الطاقيه، راح الطاقيه شباب كثير راح تعجب اللاعبين فري فاير، انا هيك حاسس يا جماعه كثير راح تعجب هاللاعبين فري فاير هالطاقيه. طيبين حلو، نجي لهون تمام، نجي لهون. اوكي تعال هون باللوز، ندخل لهون يا معلم. نايس يا سلام عليك. لا والله الصراحه يا شباب هو هذا السكن، يا هي الطاقيه شباب، انا بعرف كثير من الناس بتتعب هيك هالنوع من الطاقيه، هذا البوب. بس انت شوف معلم من الاوضاع تبع التدريب الصبحيات هيك. اوه حلو 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 حلو، سكين مرتب شباب، سكينين صراحه بالنسبه للشباب مرتبين. السلام عليكم، هيك على صبحيات نتصبح فيكم. ول ول غدروني 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 غدروني، تعال هون يا معلم، وينكم يا ول الصبحيات. وها شوف 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 يا شباب شو صايره هون، مني خربانه هون يا جدك. او ول اي 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 اهبط يا شباب، لما واحد يدخل تدريب ما يقدر يطلع منه. والله اذا واحد يدخل تدريب ما يطلع منه يا شباب. اوكي خلينا نطلع معلم احسن ما تبقى لنا بكره الصبح. والله اذا انجلتم الله يسعد ليكم، هيك بكون انتهى مقطعنا لليوم يا اساطير، ان شاء الله استمتعتم معنا بهذا المقطع، بنشوفكم على خير، شكرا لوجودكم معنا، واذا بدكم تفعل زر الجرس فعل زر الجرس يا برو. واتمنى لكم يوم سعيد والى اللقاء.